سلسلة دراغون بول سباركينج أو بودوكاي تنكايتشي ترجع من جديد بعد انقطاع دام أكثر من 10 سنوات بالجزء الرابع في السلسلة باسم دراغون بول سباركينج زيرو. في البداية خلونا نقول لكم أن اللعبة هذه تدعم اللغة العربية قوائم النصوص، وكانت الترجمة جدا ممتازة فيها. كان في بعض الاختلافات في المسميات داخل اللعبة، وأنا أخبرت فريق المطور عن هذه التغييرات، وبإذن الله راح يعدلونها في التحديثات القادمة بعد إطلاق اللعبة. أول ما شغلت اللعبة استقبلني جوكو وفيجيتا، وكان بينهم قتال في منطقة صخرية مشهورة في آرك آخر الساين، وكنت ألعب في جوكو وطبق التعليمات في اللعبة، فكانت أشبه مرحلة توتوريال. ولما خلصتها اكتشفت أنها كان مشهد قتالي في آخر أنمي دراغون بول سوبر اللي صار بين جوكو وفيجيتا. اللعبة بتعطيك إحساس أنها تستكمل القصة بعد الأحداث، وبعدها يبدأ الفيديو الافتتاحي للعبة. في العادة تكون هناك أغنية جديدة خاصة في اللعبة، لكن هنا استخدم أغنية الافتتاحية اللي تم استخدامها في آرك بطولة الأكوان في أنمي دراغون بول سوبر، وفي الحقيقة أعجبني هذا كثير لأني أحب الأغنية. قائمة البداية كانت جميلة كثير لأن فيها ظهرت شعار اللعبة والاسم الكامل لها على خلفية مجرات كونية في الفضاء، وأعطتني إحساس أني راح أخوض تجربة عميقة، والموسيقى فيها كانت حماسية وفخمة. لما ضغط زر ابدأ انتقلت الكاميرا لبيت فيجيتا، وكل الشخصيات كانوا موجودين فيه، جوكو، ترانكس، جوتن، فيجيتا، حتى بيرو سويس موجودين. كل ما تتغير في الاختيار الانماط تتغير زاوية التصوير، وجوكو ينتقل منطقة لمنطقة ثانية، ولما يقابل الشخصيات اللي هناك يقعد يسولف معهم بحديث طريف بينهم. فمثلا لما تروح عند القسم في التدريب، جوكو بيطير هناك الى مكان البطولة وبيقابل جوهان وبيكولو، وبيقول جوكو اوه جوهان انت هنا جاي زي كذا. رسوم اللعبة والتقديم فيها افضل ما شفت في اي لعبة دراغون بول، خصوصا التفاصيل اقرب شيء الى رسوم الانمي. والجميل ايضا ان في اللعبة اكثر من 180 شخصية، من بينهم فيجيتا نسخة زي وفيجيتا نسخة سوبر، والتصميم يختلف مثل ما كان في النسختين في الانمي. ففي زي تصميم فيجيتا من يامامورو، وتصميم فيجيتا في سوبر كان من شنتاني. هذا الشيء جدا جميل لعشاق السلسلة، ويوضح كيف ان المطورين حطوا جهدهم وحبهم في اللعبة. اسلوب نظام اللعب عميق جدا، ويمكن يكون الاعمق في السلسله. صدقوني لما اقول لكم ان لازم تروحون اول شيء الى طور التدريب السوبر عشان تتعلمون جميع الخصائص في نظام القتال، لان هناك الكثير منها. مثلا يوجد تقريبا 12 حركه تستطيع تسويها عشان ترد هجمات الخصم، وايضا في 6 حركات للانطلاق الى الخصم، وحتى الكلاشات كل شيء في اللعبه تسوي فيه كلاش، في كلاش طلقه ضد طلقه، وفي كلاش سوبر ضد سوبر، وحتى الخطوة فيها كلاش ضد بعض. حاجة جدا رهيبة وحماسية. ويمكن أهم ميزة في اللعبة هي نظام السباركينج، فكرته أنك تقدر تجمع قوتك لما يكون عندك سكيل بوينت واحد، وبعدين تتجمع وتتفجر تفجير السباركينج، وهنا تصير الكومبوهات عندك ما تنقطع، وتقدر تسوي ضربات إلين ما يوقف لاعبك. وطبعا لاعبك راح يحصل على حركة خاصة تسبب ضرر كبير للعدو. وفي أنماط مختلفة في اللعبة، واثنين منهم تخص اللاعب الواحد. نمط الحلقات هو عبارة عن طور القصة في اللعبة، بحيث تلعب في حلقات شخصيات مختلفة وتنهي وتتقدم فيها. في البداية بتكون حلقة جوكو المتواجدة، وبعدها تفتح لك باقي الحلقات لشخصيات مثل بيكولو، فريزا، بلاك جوكو، جيرن، فيجيتا وجوهان. حلقة جوكو تبدأ في بداية هجوم ردس وخطف الجوهان الصغير، واللي يعجبني ان اللعبة اعطتني الخيار اني اقدر اوافق على مساعدة بيكولو مثل ما صار بالانمي، او اقولها لا يا حبيبي مشكور ما نبغى مساعدتك، ويصير روح جوكو مع كريلين وماستر روشي الى رادت. وايضا حتى في النهاية لما يستخدم بيكولو حركة القاضية تقدر ايضا توخر عنها وتخلي جوكو ما يموت مثل اللي صار في الانمي، ويصير في نهاية ثانية في الارك. جدا عجبتني التنوع في السيناريو، وطبعا عجبني الإخراج والسرد القصصي فيها، لكن اللي ما عجبني فيها أن بين المعارك تكون في صفحات تلخص الأحداث بنص مكتوب من غير أي صوت. أنا كنت أتمنى أن يكون على الأقل يكون في وجود صوت الراوي فيه. والطور الثاني اسمه معركة مخصصة، فيه تقدر تصنع حلقات والقصة الخاصة فيك بأنك تجعل شخصيات تقاتل بعضها وتخصص الحوارات بينهم، وأيضا تخصص خيارات المعركة. مثلا لما تنخفض طاقة جوكو تحت 30% راح يتحول إلى سوبر سايان، ويحصل القوة هائلة توصل 200% من قوته. وتقدر أيضا ترفع حلقاتك اللي أنت سويتها عشان الناس يقدرون يلعبونها ويستمتعوا في القصة اللي أنت سويتها. تختار الحوارات، تختار الأسامي، كل شيء تختاره. واللعبة بيكون فيها حلقات مخصصة سووها المطورين، وكل ما تلعب أكثر فيهم راح تفتح لك قوانين وخصائص جديدة تقدر تحطها في الحلقات اللي أنت بتكرها بنفسك.
وفي أطوار مختلفة للقتال ضد الكمبيوتر أو لاعب ثاني أو طور الأونلاين. واللعبة أيضا تسمح للقتال واحد ضد واحد في نفس الشاشة وتكون منقسمة. وأيضا في أطوار يكون فيها ويس أو زينو سما وتكون في ألبومات مكتوب عليها مهمات صغيرة في اللعبة. مثلا العب بجوكو 30 مرة وراح تحصل على جائزة فلوس أو جائزة تقدر تستخدمها كتخصيص لشكل لعبك. وأيضا في متجر داخل اللعبة تشتري منه أزياء وإكسسوارات مختلفة. اللعبة عبارة عن رسالة حب من المطورين إلى جميع عشاق سلسلة دراغون بول. هناك الكثير من التفاصيل الجميلة، مثلا في طور الجاليري تقدر تخلي تشيتشي وبولما وفيدل يعلقون على جميع شخصيات في اللعبة. لما تحط المؤشر على جوكو مثلا بيكون هناك حوار لطيف بينهم، تشيتشي تتشكى كيف ان جوكو ما يحصل على وظيفة، وبولما تقولها يا حبيبتي حتى فيجيتا نفس الشيء. بعدين فيدل تقول لا 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 انا الحمد لله جوهان يدرس وبياخذ وظيفة زين وبيوكلنا عيش. فحاجات زي كذا رهيبة في اللعبة اعجبتني. وايضا قبل بداية كل قتال يكون في حوار خاص بين الشخصيات لو كانت تعرفها بعضها البعض، مثلا جوكو وفيجيتا يكون تحدي بينهم في الحوار مين الاقوى وكذا. اقدر اقول لكم انها افضل لعبة دراغون بول لعبتها على الاطلاق، والافضل في سلسلة سباركينج. جمهور دراغون بول انتم امام تجربة رائعة في اللعبة، فيها كثير من المحتوى الرائع في اكثر من 180 شخصية و12 مرحلة وتخصيصات كثيرة جدا فيها.